تستحق أن تغني الثقافة الإنسانية بخبرات الإبداع المغربي الرائع. هذا اللقاء كاين دارج في إطار استعداد البلاد ديالنا باش ترشح عنصر المهارة الفن والتقاليد والمهارات المرتبطة بالقفطان على اللائحة التمثيلية للتراث غير المادي لليونسكو. هذا هو مسلسل ديال الترشيح كانت فيه واحد المرحله ضروريه اللي غادي نديروا اليوم هي المرحله ديال اخذ الموافقه المبدئيه ديال الناس حاملي العنصر. راه خصنا نفهموا بانه ماشي المؤسسه ولا الوزاره اللي غادي تاخذ هي كتسهل وكتواك وكتعاون، ولكن الحامل العنصر اي المجموعات والجماعات الحامل العنصر هي اللي غتعطينا الموافقه وهي اللي غادي تشارك معنا في ترشيح الملف. دونك اليوم درنا هذا الاجتماع هذه الورشه باش الناس الحامل العنصر في نهاية ديال الورشه غادي نفتحوا نقاش معاهم، وفي هذا النقاش غادي يقول لنا في واش موافقين ولا عنده شي تحفظ. الا ما كانش تحفظ كيعطيونا موافقه مكتوبه من كتكون في الملف، وهذا الملف هو اللي غادي يمشي لليونسكو ان شاء الله. اليوم حنا في اطار ورشه تشاوريه. ما معنى تشاوريه؟ يعني ان باش نجزو ملف حول القفطان من اجل ترشيحه لليونسكو من الضرورة أننا نتشاوروا مع جميع المتدخلين، ماشي فقط القطاعات الحكومية المعنية، ولكن كذلك خصوصا الناس اللي كيمارسوا هذا العنصر، معناه المعلمين والمعلمات، كذلك المصممين والمصممات ديال الأزياء. إذا في إطار إعداد هذا الملف قمنا بمجموعة من الخطوات. كان أولا عملية ميدانية من أجل جرد هذه الفنون المرتبطة بالقفطان. هنا بغيت نفتحوا هذا القوس واحد المسألة أساسية، وأنه هذا ماشي ترشيح ديال القفطان في حد ذاته، ولكن ترشيح ديال مجموعة من العادات والتقاليد، مجموعة من الفنون، مجموعة من الحرف اللي كتكون القفطان. يعني القفطان يعني حاضر في العادات والطقوس ديال المغاربة السنة كاملة. كذلك الحرف، كاين العقاد، الحرفة ديال العقاد، ديال النطاع، ديال السفيه وغيرها. معنى هذه الامور كلها هي اللي بغينا نوجهوا على فوق حولها الملف. والمرحله الاولى كانت هي القيام بالعمليه ديال الجرد الميداني دائما في التنسيق مع الناس المعنيين، المعلمين والمعلمات والمصممين. ثم كذلك المرحله الثانيه كان النقاش معهم حول وضع الاليات ديال المحافظه على هذا العنصر، ثم التشاور واعداد واحد الفيلم فيديو يوثق هذه القضيه هذه باش يتجمعوا الوثائق كلها ونصيفطوها لليونسكو. الاهم في هذا الشيء كله اذا سمحتوا هو اشنا هي الاهميه ديال القفطان، وانه القفطان منتشر في مختلف مناطق المغرب، ولكن كل منطقه في منطقه المغرب عندها خصوصيتها، لا على مستوى التقنيات باش كيتنجز، لا على مستوى الحضور ديالو في الطقوس والمعتقدات والممارسات. ولكن الاهم هو انه رغم هذا التنوع الكبير فهناك وحده، ان القفطان واحد، ولكن يعني التمظهرات ديالو على مستوى الجهوي تمظهرات مختلفه. وحاجه اخرى هو ان هذه المسألة الأساسية اللي بغينا نبينوها، بأن المغرب له وجه عالمي، أن هذا التراث ديالنا الأصيل المغربي العريق كيمكن لنا أننا نفتحوا العالم، ومن خلال يعني الإقبال العالمي على القفطان وإقبال المجموعة ديال النجوم من مختلف الميادين على اقتراض القفطان المغربي، هذا كيزيد في الإشعاع ديال المغرب كبلد ديال الانفتاح، بلد ديال الإشعاع الحضاري.